يا أهلا وسهلا، ولطالما كانت سلسلة الاي هي السلسلة اللي بتعرفنا بشكل مبدئي على لغة تصميم سامسونج للجهاز الفلاكشيب القادم يلي بيكون غالبا من سلسلة الاس. فمعكم عدنان دلعين، حديثا اليوم مع السامسونج جالاكسي A51. بداية على عكس الـ A50 واللي كان بيجي بالووتر دروب نوتش التقليدية، فالجالاكسي A51 تبنى فكرة الهول بانش كاميرا اللي بتيجي محفورة داخل الشاشة بشكل مطابق اللي كانت بالجالاكسي نوت 10 ولكن بحجم أصغر شوي، واللي بنفس الوقت صغروا الحواف السفلية شوي حتى يصير الجهاز بنفس أبعاد الـ A50 أو حتى أصغر شوي ولكن بشاشة أكبر ب0.1 بوصة، واللي بينتج عنه شاشة في حجم 6.5 بوصة بكل تأكيد من نوع سوبر أموليد وبدقة فول اتش دي بلس، فبالتالي الشاشة لا غبار عليها. الكاميرا اللي داخل الشاشة تأتي بدقة الكاميرا اللي بتيجي داخل الشاشة تأتي بدقة 32 ميجا بكسل على عكس ال 25 ميجا بكسل اللي كانت بالجيل السابق، ولكن فتحة العدسة صغرت لتصير f2.2 بعد ما كانت f2.0 واللي بيعني إضاءة أقل، بالإضافة إنه زيارة عدد الميجا بكسلز من غير ما تكبر حجم السنسور رح ينتج عنه إنه حجم البكسل الواحد رح يصير أصغر، فبالجيل السابق كان حجم البكسل 0.9 مايكرون هلأ صار 0.8 مايكرون. يعني من الآخر الجيل الجديد اللي هو الـ A51 ممكن يعطي صور ذات تفاصيل أكثر بحال كانت الإضاءة مثالية، ولكن بالأصل 25 ميجا بكسل جدا كافية على الكاميرا الأمامية، ونظرا لما سبق ذكره ممكن تعطي نتائج أفضل بالإضاءات الأقل مثالية عن الجالكسي A51. بالنسبة للبصمة فما زالت أسفل الشاشة مثل الجيل السابق، واللي حرفيا مثل الجيل السابق ما زالت ليست الأفضل على الإطلاق ولا تقارن بالمنافسين. التغير الأكبر بقى واللي راح تلاحظه أول ما تشوف الجهاز هو التصميم الخلفي، واللي تبنت سامسونج فيه فكرة البوكس الأسود تبع الكاميرات واللي لا مو مثل تبع أبل، واللي يحتوي هون على 4 عدسات خلفية رح نحكي عنهم بعد شوي، واللي هو الشيء اللي بأكد التسريبات إنه جالكسي S11 رح يجي بنفس لغة التصميم ولكن بشكل بريميوم أكثر. العدسات بقى، الصراحة مليت أنا وعم أقول إنه أي جهاز يأتي فيه فوق 3 عدسات على الأقل في وحدة أو 2 منهم ما إلهم أي لازمة، وخصوصاً إنه عم نحكي عن جهاز من الفئة المتوسطة. فعندك عدستين كل وحدة منهم 5 ميجا بكسل، وحدة للعمق منشان البورتريت واللي هي حفظناها طبعاً، الثانية هي الماكرو واللي الصراحة ما بستخدمها، ممكن تكون لطيفة بما إنها من سامسونج ولكن مو هالاستخدام المكثف نظراً إنه كمان فتحتها F2.4 فبدها إضاءة جدا عالية. وهالشيء كله صدقا غير مهم، التطور الحقيقي يأتي بعدسة الترا وايد انجل واللي صارت 12 ميجا بكسل بدل 8 ميجا بكسل بالجيل السابق، واللي بالفعل بالجيل السابق كانت جدا واسعة وألوانها جيدة ولكن كانت تفتقد لبعض التفاصيل، فهالنقلة هي ممكن تعمل فرق لا بأس به. وأخيرا العدسة الأساسية 48 ميجا بكسل، وكمان في شيء استغربته إنه فتحة العدسة F2.0 على عكس الـ F1.7 اللي كانت بالجيل السابق، واللي بيعني إنه الـ A50 السابق لكون عنده قدرة أكبر إنه يدخل إضاءة للسنسور بحال الـ A51 انفعل في وضع الـ 48 ميجا بكسل. ولكن كما حكيت ألف مرة 48 ميجا بكسل بجهاز متوسط وحتى بجهاز فلاكشيب عادي رح يكون فعلي 12 ميجا بكسل كوضع افتراضي، فبالآخر انت بهالجهاز قل شوي عدد الميجا بكسلز ولكن بالمقابل رح تحصل على دايناميك رينج جيد، ألوان ممتازة وحتى تجربة ليلية أفضل بحال صورت على الوضع الافتراضي ما فعلت وضع 48 ميجا بكسل. طيب حاليا كل شي حكيناه كان تغيرات طفيفة، أما العتاد بقى فكمان تغيرات طفيفة عادي جدا. فهنا لك معالج Exynos 9611 واللي هو تقريبا واحد مع 9610 اللي كان بالـ A50، ذكر التخزين ما زالت مثل ما هي 128 جيجا، ولكن تم إضافة 2 جيجا بايت رام زيادة حتى يصير الرام عندك 6 جيجا، واللي واقعيا أي نعم تفرق بأداء وسلاسة الجهاز، خصوصا إنه الجهاز رح يأتي من المصنع بالأندرويد 10 مع الـ One UI Second Generation أو اللي هو الجيل الثاني، فصحيح ما صار تغير كبير كعتاد ولكن رح يكون في فرق جيد كأداء. أخيراً بطارية الجهاز ما تغيرت، 4000 ملي أمبير تايب سي، شحن سريع 15 واط، مو كتير سريع يحتاج ما يقارب الساعة وثلث، رح تكمل معك اليوم كامل على الاستخدام المتوسط ويزيد معك حوالي 30% آخر اليوم، بحال الاستخدام الثقيل رح تكمل معك اليوم ولكن ما رح تصمد اليوم اللي بعده. فنهاية مثل ما أغلبنا لاحظ سامسونج جالاكسي A51 ما هو إلا تنبؤ لغة تصميم سامسونج بالفترة القادمة، وما له جهاز أو جيل جديد عن الـ A50 أو 50S، فبجانب الشغلات اللي حكينا عنه هو جهاز جيد ولكن لا يستحق الترقية من الـ A50 أو 50S. وبس هيك كل شيء لليوم، إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وهي الأمور لطيفة، كان معكم عدنان دلعين، سلام.